تسارى أمسكت بك. اسمعني، بواسطة جهاز الفيديو الرقمي خاصتي أستطيع أن أتحول إلى ملكة. صوتوا للملكة القادمة كلوفر، أعدكم لن أخون ثقتكم. أليس رائعاً؟ أجل، هذا رائع، رائع كلوفر. أجل، حتى ولو كان التعبير عن ذلك مؤلماً. ابتعدنا عن طريقي يا آنسات. كلوفر تبالغ في أدائها، ماندي هي الملكة المقبلة. صوت لماندي ملكة حفلة التخرج. هوني عليك كلوفر، لقد فعلت ما بوسعك. بالإضافة لم تكن فكرة صائبة منك أن ترشحي نفسك لهذا المنصب، خصوصا إذا كان فريق كرة القدم في جيبي. فريق جي في أو فارزيتي؟ الاثنين. أوه، كم هذا جميل. أظن ذلك. إذن لما لا تستسلمين الآن كلوفر وتوفرين على نفسك مذلة الخسارة أمام طلاب المدرسة كلهم؟ عليك القيام بحملة انتخابية جدية لتهزم ماندي. هل تمزحين؟ أستطيع أن أهزمها بكل تأكيد. اسمع كلوفر، أنا على علم بما حصل وأظنني أستطيع المساعدة في حملتك. في مقدوري أيضا أن أؤمن لك نتيجة النرد، وهناك أيضا الكثير مثلي. شكرا، مع أنني لا أعنيها بالضبط، سأقوم بحملتي وحدي. تعاليا يا صديقتي، عليكما مساعدتي في حملتي. يعرض علينا رحلة ممتعة فسأسامحه على إفساد ثيابنا. متأسف جدا أنيساتي. أنتن في طريقكن إلى ليروبيا في إفريقيا، حيث حصلت محاولة اختطاف غير عادية للملكة سارة. هناك احتمال أن يكون الاختطاف مدبرا من دولة كينوبيا، فالبلدان كانا في حالة حرب لمدة 20 سنة. ما الذي تعنيه بمحاولة اختطاف غير عادية؟ يبدو أن المعتدي قد استخدم أداة مضادة للجاذبية لسحب الملكة من قصرها. رائع، أقصد هذا مخيف جداً، هذا مرعب. لهذا سأرسلكن لحماية جلالة الملكة. نحن لا نريد لهذا الصراع المتأجج بين الدولتين الانتقال إلى الدول المجاورة. جيد، كيف أدير حملة الانتخابية وأنا عالقة في أفريقيا؟ والآن إلى الأدوات. فاليوم ستحصلن على نظارات مضادة للحرارة والأشعة ما تحت الحمراء، إنها من طراز 6000، الحديث جداً، وهذه أساور ذات حساسية كهرومغناطيسية. إنها قوية بالفعل. ثم أخيراً وليس آخراً، مفاتيح راتفات الجديدة. مفاتيح رات ماذا؟ راتفات أهم سيارة في الطرقات والأنفاق، سوف تكون بانتظاركن عندما تصلن إلى القصر، فلا تخدشنها، لقد دهنت للتو. وكيف سنصل إلى القصر؟ حظاً موفقاً. هذه الخريطة غير نافعة، كلها رمال رمال والمزيد من الرمال. حسناً، الأفضل أن ننتقل إلى مكان أكثر حرارة، لأن هذه الحرارة قد جففت بشرتي. أحتاج إلى قناع مرطب. الأمر واضح، هذا البلد بائس تماماً، وكذلك أصبحت أنا. أستطيع أن أودع حلمي في أن أصبح ملكة حفل التخرج. المؤسف يا عزيزتي كلوفر أننا عالقتان معك هنا أيضاً. وجدتها. والآن ماذا؟
أرنولد، أنا كلوفر صديقتك المفضلة. أنا خارج المدينة وكنت أتساءل عما إذا كان عرضك حول مساعدتي ما زال قائماً. بالطبع كلوفر. حقاً هذا رائع جداً. احلمي بذلك فقط أيتها اللئيمة. أرجوك أرنولد، لم يكن ذلك خطأي أنا، لقد تناولت بعض الطعام الفاسد. اتفقنا، سأساعدك، ولكن لدي شرط واحد. حسناً، إذن ما هو شرطك؟ عندما تعودين أريدك أن تكوني صديقتي ولمدة أسبوع كامل. ماذا؟ واو، ما رأيك بدعوة لطيفة للغداء عوضاً عن ذلك؟ أنا لا أقبل. حسناً، سأكون صديقتك، ولكن ليوم واحد فقط، هذا إن ربحت. لا تقلقي، سوف تربحين، أنا واثق من ذلك. يبدو أن الأمور بدأت تتحسن. برأيي حان الوقت للاتصال بجاري وطلب توجيهات واضحة والخروج من هذه الصحراء. ربما نستطيع أن نسأل أحدهم في ذلك البيت هناك. إنه ليس منزلاً، إنه قصر. الآن علينا أن نتصرف بلباقة. تذكر، نحن نتعامل مع ملكة. أهلا بكنا في ليروبيا، أنا الملكة سارة وهذه شقيقتي مكيدة. أفترض أن كنا هنا بخصوص الاختطاف. بالكامل، أنا أعني طبعا، جيري أخبرنا بالأمر، يبدو الموضوع مرعبا حقا. سيدتي، إذا أخذنا بعين الاعتبار الاجتماع المقرر عقده في جنيف بيني وبين ملك كينوبيا من أجل إحلال السلام، إن مصير أمتين مرهون بسلامتي. الوسيلة الأفضل إذن للحفاظ على السلامة هي في إبقائها، أقصد في إبقائك بعيدة عن الأنظار. صحيح، للأسف القصر يستعد لاحتفال كبير هذه الليلة، وعلي أن أكون موجودة. حسناً، في هذه الحالة الأفضل أن نضع خطة. عذراً أنيساتي، ولكن يجب أن أناقش حفلة الليلة مع مكيدة. لا مشكلة. بالإذن منك الآن سيدتي، لا أستطيع أن أصف شكرنا لكن على حماية ملكتنا. شكرا. هل تكرمت وأريتنا مكان حصول محاولة الاختطاف؟ باستثناء هذا السرير الذهبي لا شيء يبدو غريبا. ما عدا الأرضية إنها متسخة. عفوا، لا أقصد إهانة حضرتك. لقد وقعت هنا عندما أنقذني أكيم من الاختطاف. سأرسل عينة للجاري من أجل التحاليل. والآن بشأن الحفلة، ما رأيكن في أن تتنكر إحدانا بزي الملكة بينما تلعب الأخريان دور الخادمتين، وذلك منعاً للاختطاف؟ أظن أنها فكرة رائعة، وبالطبع أنا سألعب دور الملكة. والآن بما أنني سأصبح ملكة حقيقية، أعني ملكة حقيقية ومزيفة، سيخف اهتمامي بأن أكون ملكة حفلة خروج المدرسة. ترى ما هي أولى واجباتي الملكية؟ عرفت، سأذهب في رحلة التسوق الملكية. كلوفر، لما لا تدعين تسارة تقرر أولى واجباتك الملكية؟ ظننت أن كوني ملكة سيكون أمراً مسلياً، هذا مهلك جداً. هل هناك ما أفعله من أجلك؟ أجل، يمكنك أن تخلصني من هذه الطريقة المتكلفة في الوقوف لاستقبال الضيوف. أريدك أن ترقص معي الآن. هذا مضحك. أيتها الملكة سارة، تعرفين أنه من واجبك الوقوف لاستقبال الضيوف الملكيين. ولكن يجب أن تدعني أرقص. أنا آمرك. مكيدة، هل أنت بخير؟ يبدو أنني لم أتحمل كمية التسلية الموجودة في الحفلة. الأفضل أن تذهبي إلى غرفتك. فكرة جيدة. هذا أتعب أعصابي. لا تقلقي أيتها الملكة، كل شيء سيسير على ما يرام. قد يكونون الخاطفين، الأفضل أن نتحقق. معك حق. أنا لا أرى شيئاً، لكني حتماً أشم شيئاً. أوبسي، أعتقد أنه ليس المكان الأنسب لإعادة شحن بطارية حاسوبي. على الأقل كان عطلاً ليس أكثر، ولم يكونوا الخاطفين. توقفوا، دعوها وشأنها. هل أنت بخير؟
أنا بخير، أتمنى لو أقول شيء ذاته عن كلوفر. ماكيدا اختطفت أيضا، ذهبت لأتفقدها لم أجدها. واو، المادة نفسها. لنرى إذا كان لدى جيري أي معلومات عن هذه المادة. مساء الخير أنيساتي، كيف تسير الأمور؟ أوه، على ما يرام جيري، هذه البلاد رائعة فعلاً. أعني ما عدا أن لدينا بعض المخطوفات هنا، أليس كذلك؟ ما الذي تقولينه؟ إذن لديك معلومات حول المادة التي أرسلتها إليك؟ أظن أنها قد تساعدنا. في الظاهر أنه نوع من مركب مغناطيسي موجود فقط على الكويكبات في الفضاء الخارجي. كويكبات؟ هذا الأمر غريب جداً وحزين أيضاً. أعني فكروا في المسكينة كلوفر، إنها تكره الفضاء، حصلت على علامة دال في امتحان علم الفلك. ربما لهذا علاقة بالحفرة التي أحدثها الكويكب في شمال ليروبيا. أظننا سنكتشف ذلك عندما نصل، هيا بنا. مهلاً، ماذا عن الملكة سارة؟ أنا قادمة معكما، علي أن أجد مكيدة، أشعر بالمسؤولية. المعذرة، لا أعرف، قد لا يكون الوضع آمناً. وهنا لن يكون الوضع آمناً أيضاً. تحليل جيد. الصحراء ليست سيئة عندما لا تكون مضطرة لاجتيازها على ظهر جمل مسن. إن سيما قلت، الصحراء بشعة مهما تكون الطريقة التي تجتازها بها. استعدا للانطلاق. هاي رائع. طريقة معاملة الملكات؟ هذه ليست الملكة، لقد أخطأتم بالفتاة، والآن اذهبوا وأثروا على الملكة سارة وأحضروها. وماذا سنفعل بهذا؟ لا منفعة لنا فيها، أرسلوها إلى سيبيريا. وصلنا. إنه تغيير واضح في المشهد. إذا كان هناك ما نفعله فسنكتشفه بواسطة هذا. أنا أرى شيئاً ما عبر الحفرة، إنه قادم بهذا الاتجاه، ربما هم الخاطفون. أنا لا أرى أي شيء. حصلت على القناع المرطب، انظرا. لابد من أنه هو، أعني من الواضح أنه مخبأ الأشرار. هذا يبدو كالبقايا التي وجدناها في غرفة تسارة، فلنقم بجولة. أوقف البحث، الفتاتان المخبولتان كانتا لطيفتين لجلب الملكة الحقيقية. ربما كنت مخطئة، يبدو المكان وكأنه هجر منذ 100 عام. كلوفر هنا. هل رأيت مكيدة؟ أنا بخير، شكرا جزيلا على السؤال. لا، لم أرى مكيدة، لم أرى شيئا هنا عدا هذه الحفرة. أنا هنا. مكيدة، هل أنت بخير؟ أجل، ولكن لا أستطيع للأسف أن أقول ذلك عن كن. لقد اختطفت، وهذه المرة للأبد. ولكن لماذا؟ وكيف برأيك أستطيع إيقافك عن توقيع معاهدة سلام في جنيف؟ كما ترين، إذا توقفت الحرب لن أستطيع بيع أسلحة ضد الجاذبية للجنرال كينوبيا. لا أفهم، لماذا تبيعين أسلحة للعدو؟ الأمر في غاية البساطة، لقد وقعت عقداً، عندما تربح كينوبيا الحرب سأكون ملكة على كلا الشعبين. في الواقع أنا ذاهبة حالاً إلى مصنع الأسلحة في ليروبيا لأنهي اتفاقي مع الجنرال. بالإضافة، حان الوقت للتنازل عن العرش. ولكن ماذا بشأننا؟ لا يمكنك أن تتركينا هنا للأبد. لا تقلقي يا أختي، لن تبقي هنا طويلاً، فهذا المكان معد للانفجار خلال دقائق. الوداع يا فتيات. والآن ماذا نستطيع أن نفعل؟ علينا أن نخرق مجال الجاذبية. وكيف سنقدر على ذلك؟ الوسائل الوحيدة المتاحة لنا هي هذه الأساور الغبية، والتي سأضيف أنها بلا أي منفعة. أليكس، أنت عبقرية. من أنا؟ أقصد نعم، عبقرية. كيف اعتبرتني عبقرية؟ كلوفر وأليكس، شغلا الأساور بسرعة. آه، 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 آه،
هل أنتن جاهزات للرحيل؟ حسناً، مسام وجهي ترطبت الآن للغاية. كفاك مزاحاً أليكس، علينا الوصول إلى مصنع الأسلحة في أسرع وقت. إنه مخبأ، أنا أستطيع أخذكن إلى هناك. هيا بسرعة. ذاك هو المدخل إذن. ما هذا المكان؟ على ما يبدو هنا يبني علماء مكيد الأسلحة ضد الجاذبية. انظرا، إنها مكيدة مع الجنرال. يا حراس! مصفف الشعر الآن. خذ هذا. إلا فسوف تكون النتيجة قاسية حتى بالنسبة إليكما كما أظن. هل أنت مجنونة؟ أنزلي، ستدمريننا جميعا. إنه جهاز مسبب للهزات الأرضية على مستوى العالم. أجل عزيزي، إنها محاولة جيدة. أوقفوهما، إنهما يهربان. ليس بهذه السرعة. لا! إنه عمل ممتاز يا فتاة. لا وقت للتهاني، عليك إيصال تسارى إلى معاهدة الصلح. سعيدة بعودتي. هل أبالغ بقولي إنها أسوأ مهمة حتى الآن؟ أسوأ مهمة؟ عما تتكلمين؟ أجل، لقد أنهينا للتو حرباً دامت 20 عاماً. مهما كان، لقد استأت كثيراً من تحولي إلى ملكة. هي، انظرا جيداً. هذا يعني أن أرنولد كان يعمل بجد. كلوفر، لقد عدت أخيراً. انتباه أيها الطلاب، نتائج مسابقة ملكة حفل التخرج. ملكة هذا العام هي كلوفر. لا أصدق، لقد خسرت. اسكت. كلوفر، 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 كلوفر. لا أصدق، لقد خسرت مادي. أعتقد أنك انتهيت من موضوع ملكة حفل التخرج. أتمزحين؟ لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ بتسلم مهامي، وأعدكما بأن أجعل منكما خادمتي. عفواً، أعني مستشارتي. تهانياً قلبي يا كلوفر، كنت أقول، ما رأيك في أن نخرج معاً هذا اليوم؟ بالواقع أنا ليس لدي أي تمهلي قليلاً كلوفر. ماذا؟ عليك أن تتذكري وعدك لي. أنت الآن صديقتي، على الأقل لهذا اليوم. هذا صحيح. كلوفر، 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 كلوفر. في النهاية كل ملك بحاجة إلى ملك.